بعدكم أسوي لكم فيديو على وجبة ما بعد التمرين. أنا ما نسيت وجبة ما بعد التمرين، حتكون جزئين. بعد التمرين مباشرة أو مش مباشرة، يعني تعمل كول داون 5 دقائق زي حالاتي، برجع من الجيم مشي 7-8 دقائق. الوجبة يا إخوان سكوبين أو ميكيلين بروتين، هذا لحجمي، أنت ممكن تحتاج أقل أو أكثر. وقاعدة إنه 30 جرام جسم ما بيقدر يستعمل غيرهم بكل وجبة، هذا حكي فاضي وتم إثبات إنه حكي فاضي. وباخذ 4 أو 3 سكوبات اللي هم 15 جرام جلوكوز ديكستروز. ثواني أورجيكم إياه ثانية. أيوه هذا جلوكوز تبع المختبرات، تمام؟ الهدف منه ايش؟ بسوي لكم عنه فيديو ثاني. الفكره انه حسيت الانسولين مرتفع جدا بعد التمرين. الجلوكوز ما في فركتوز، وهو يعني خلينا نقول مع انه بروح على البورتال فين، لكن يتخطى الكبد، الكبد ما ياخذ منه شيء، فيبلش عمليه الريكفري بسرعه شديده، تمام؟ باخذ 5 جرام كرياتين بعد التمرين. قبل التمرين قلنا المره الماضيه كرياتين والسيترولين عشان البامب، بعد التمرين فقط كرياتين وحبة جريب فروت، تمام؟ هي هيك لونها، مش عارف مش نوعيات، لكن من جوا لونها أحمر لطيفة جدا. هذا النص الأول من الوجبة. بعد بساعتين تماما، ساعتين لا قبل ما نروح ساعتين، لازم تأخذ زنك وكروميوم، هلا بحكي لكم ليش، وبي كومبلكس ومغنيزيوم، ليش في شغله خامس نسيتها. خلينا نعيد من الاول، كروميوم ومغنيزيوم عشان حسيت الانسولين، توزيع المغذيات، وبي كومبلكس وزنك والسيلينيوم عشان الريبليكيشن، عشان دي ان اي ريبليكيشن، ولا ما استفدت شيء من التمرين يا ابو زيد، ما غزيت. قصه طويله بنحكي لكم عليها بعدين فيديو منفصل. حبه الجريب فروت، هذا النص الاول من الوجبه. بعد بساعتين بالضبط النص الثاني من الوجبه، انا في حالتي 200 جرام صدر دجاج، واليوم يعني هو اللي بتعرف الكارب سايكلينج، اليوم عندي 150 جرام رز. وخذوا هالخدعه، كل الدجاج مع الصوص، ما فيهوش هوت صوص، ما في كربوهيدرات، زيرو كالوري، وكل معاه خيار وخس اللي بدك اياه، بس تخلص الاكل هذا كل الرزات، تمام؟ رش ملح، رش شويه بوتاسيوم اذا محتاج وما عندك مشاكل وفيش موانع طبيه، وأخر المي حوالي ساعة بعد الأكل. هاي أنا من تجارب الشخصية، قد ما خزقت أصابعي يا أخوان وأنا أقيس دم سكر دم، إذا أخرت المي بعد الوجبة في تحكم أفضل في سكر الدم. وبس هيك، هاي وجبة ما بعد التمرين. أي حد عنده أي سؤال يكتب لي تعليقات، لأني أنا بروح أكل هاي هلأ. يعطيكم العافية. عم دست العضلات. تصبح على خير. Happy weekend.